إلى ركلة الترجيح، محرز حاضر أمامنا يبحث عن إحراز الهدف الأول، يبحث عن إحراز الهدف الأول. إذن أبدى الجزائر التي قالوا عنها مطلع المعجزات، يحاول محرز التقدم للأمام وفي الجول، يحرزها محرز ويدون الهدف الأول في المباراة، ويسعد الأنصار بل ينثر الأفراح لجماهير ليستر سيتي، للاعب هو موطن الأفراح لليستر سيتي، بل لنا ككل فخر العرب. محرز يحرز الهدف الأول ويدونها في المرمى، ويؤثر الفرحة على مدرجات ليستر سيتي، يدونها الحاضر أمامنا ابن الجزائر محرز، ويلهب له الكفوف رياض محرز مجددا بنظرات تطالع المرمى وتتمنى ان تنفذ الشباك من زخات المطر. ايه، وهنا التقدم للباب، محرز يتقدم للامام، ويا سلام ثاني الاهداف، وهو العاده بل كالعاده محرز يدون الثنائيه ويحرز الثنائيه لابن الجزائر الذي يواصل العزم على الابداع بل على ايقاع الاهداف والمتعه التي لا نهايه لها باقدام محرز، يدونها في المرمى وينفض الشباك من زخات المطر.